انت مجنونه؟ في حد يسوق بالطريقه دي؟ بطلي جبني يا يار. بقول لك احنا مش شايفين قصادنا، بليز يلا نروح. مش قبل ما اطلع عين اهله. وانت ايش عرفك انه جاي بس؟ يا بنتي انا عارفه، عندي جواسيس في كل حته في البلد دي. جواسيس في المستشفى، جواسيس في عيادته. قريب قوي يا يارا جاسوس في البيت بتاعه. عشان كده انت مقعدانا كل ده في الديسكو؟ هو يا يارا بقى انت عايز تروحي تعملي ايه بقى؟ يا بنتي انا امي عامله لي فيها المفتش كرومبو وكل يوم تسالني اسئله كتير. يا ستي قولي لها اي حاجه هتصدقك. انا بقى معيار هاني ما بتسالنيش على اي حاجه خالص. بس يعني اصلا كل همامها ان هي تبقى سيده مصر الاولى. يا سلام يا بنتي، هفه لو باباكي كسب في الانتخابات ده احنا هنعيش. المصلحه الوحيده ان الجواسيس تبقى في بلدي. بحلتها اجي اهو. استني هنا، انت رايحه فين؟ انت سكرانه، ما ينفعش تنزلي. هروح لك بس يا ورا. عارفه ما ينفعش تنزلي. اسمعي الكلام، استنيني هنا هروح اشوف واجي لك. طب اهدي شويه وبعدين انزلي. يا ورا احنا جايين هنا ليه؟ يا نهار ازرق. ايه في ايه؟ البيت البرد المجنون رجعت تاني. داريني داريني صلاح، داريني صلاح. انا مش انا، انا مش انا. اتفضل يا دكتور صلاح. صلاح ازاي؟ الله يخرب بيتك. اتفضل يا دكتور ابراهيم خليل محمد. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا عمر. القذر بيطردك. احترم نفسك يا واطي. واطي عشان بنصحك. لا انصحني من غير ما تقلل ادبك. انت دايما تعمل كده. بتزعل؟ دي مشكله ممكن اي حد يتعرض لها في حياته. عادي اي حد يتعرض لها، لكن ما يلاقيش حد ينصحني. لا يا حبيبي انصحني. جاي 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 جاي. يلا اسود. حاضر. دكتور عمر. كويس انك هنا. الحقنا، الحاله توأم والوضع مش طبيعي، وحاسه ان في خطر على الام والاطفال. في خطر؟ خطر عليك انت لوحدك. يا ريت تقف معايا. يلا يلا يا دكتور. يلا الحقنا يا كارثي، الحقنا يا كارثي. اهو كارثي. بس يا لسه ما ينفعش كده، احنا في مستشفى. انت مالك انت؟ حضرتك تقدر تستني في الاستراحه يا اخي. انت مالك؟ ماشي يا عمر ماشي. انت متأكد يا مرتضى؟ عيب يا دكتور، انا عامل لكل واحدة عارفها ملف، ودي بالذات كان عليها العين عشان مركز ابوها. دي بقى بنت ربيع رجاي الوحيدة وما عندوش غيرها. كده بقى يبقى صاحبك لبس في حتة سنة. لا ده لبس في خرسانة. احنا بالفيديو ده هنعمل له فضيحة كبيرة. انت هتفضل طول عمرك غابة يا مرتضى. ليه بس يا دكتور؟ ما احنا هنخلص من قرفه. لا الفيديو ده ما فيهوش اي فضيحة. واحدة وبتلاقي حكيت عليه عادي، بتحصل مع اي حد. ومخك راح فين يا دكتور؟ مخي راح للي يهمه الفيديو ده، واللي بسببه ممكن يقصص دي للدكتور. مش بس كده، ده ممكن يرمي من الدور العاشر. مش فاهم. افهمك. الله نعيمك نعمل، الله نعيمك نعمل، خلي خلوصي يكلمني، خلي خلوصي يكلمني. الله نعيمك نعمل، خلي خلوصي يكلمني، خلي خلوصي يكلمني. الله نعيمك نعمل. والله يا بنتي طول عمرك نظيفة بره وجوه.
خلي الطبق مصور يا عم ايوب. لا انا بقول اللي انا شايفه. يا راجل يا راجل، ده انا ذات نفسي مش طايقه روحي، وكل ما استحمى اقعد امرش في جلدي لحد ما اتنحل عشان اشيل منه عفانه زباله الليل. طب بقول ايه؟ ما تتلم انت والواد ده في سقف واحد وتخلصوا وتتجوزوا. انا وخلصي ونعيش منين يا اخويا؟ كده اكرم لنا. امال ليه سواعي يعني؟ انا بحس انك انت غاويه الواد ده وماشيه في طوعه، مش خوف انما عشق. يا عم ايوب اللي زيي عايشه نص عمرها في الشارع، محتاجه راجل يحابي عليها ويحميها حتى لو هياخد نص عرقها. يا راجل يا طيب، احنا في ايام وحشه قوي واحنا بقينا اوحش منها. صباح الخير يا ايوب. صباح النور يا نيازي بيه. البت باريزة عملت لك العربيه ايه؟ خلت حالك مرايه. بسم الله ما شاء الله. انت بقى اسم باريزة؟ لاجل البخت يا باشا، عشان كل من هب ودب يقفي ويقول ما بداله. طب ده ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده انت شرسه قوي. احنا ماشيين جنب الحيط يا باشا. ده بنت غلبانه يا سعاده البيه، بتجري على اكل عيشها. طب ايه رايك ليك عندي لقمه بغاشه؟ خيرك مغرقنا يا نيازي بيه. تعالي لي على العنوان ده بالليل، تعالي لي وانا هظبطك. يلا يا بيه عربيتك جاهزه. يلا استنيك. ها يلا يا سعاده البيه. شرسه قوي. يلا يا سعاده البيه عربيتك جاهزه. اتفضل يا سعاده البيه. شكرا يا ايوب. اتفضل. شكرا. الف سلامه. الف سلامه. ألف سلام ألف سلام ألف سلام. فوق فتك الهم. مالك يا بنت؟ وده يفرق ايه عن غيره يعني؟ مش كفاية عليا زبالة الليل كمان زبالة النهار؟ وبعدين أنا في الساعة الراحة بتاعتي. وأنا في النص بتاعي. هو دكتور عمر كان ماله النهاردة؟ ومين دي اللي كانت بتجري وراه؟ واحدة كانت متقلة في الشرب شوية، طلبت معاها فضايح. هو مش كان ربنا هداه وبطل الحاجات دي؟ عمر النواوي عمره ما يتغير. ربنا يهديه. يهمك قوي ان ربنا يهديه؟ هنرجع تاني بالطريقة دي؟ انا من حقي ان اطمن. قلت لك اطمن. ندخل بقلب جامد. بس قبل ما ده يحصل لازم نقعد مع بعض قعدة احكي لك وتسمعني عشان نقفل كل الحوارات القديمة. اتفقنا؟ احنا دايما متفقين. الدكتور اتأخر قوي. اطمن اهو وصل. وصل فين؟ ما انت شامم ريحة البرفان بتاعه تجاني. اختي خير. ايه يا حنان؟ ايه الزحمه دي كلها؟ الرحمه شويه. محدش بيزهق، واللي جوزها زنزق شويه تبعته على القهوه اللي جنبنا. قهوه ايه يا ماما؟ اسمه كافيه يا ماما. بقى ما تفضحيناش. النهارده لقى بعد غيبه والكل مستني. لمي روحك يا حنان، لمي روحك. يلا جزيره الكشف جاي. لمي روحك بدل ما اقول لخطيبك يا حنان. لو النبي يا دكتور، عشان هو مش بيكسر لك كلمه ابدا. ارجوك يبقى نحترم نفسنا. ماشي يلا. يا دكتور في امانه لازم اوصلها لك. امانه ايه؟ في ايه يا بنت؟ مفيش يا دكتور، اصل نص الستات اللي بيجوا هنا بيسالوني على نوع البرفان اللي حضرتك بتحطه. وانت مالك؟ والنص التاني ما بيسالش عليه برضو؟ عشان اكيد خلعوا جوازهم من بدري. طب يلا بنت يلا اجري من قدامي. يلا بينا. تبنا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ وحشتنا. يا ترى اخبار العروسه ايه؟ والله ما حصلش نصيب. احسن برضو علشان تفضلنا. ها اخبار الوزن ايه يا نادية؟ مظبوط يا دكتور. طب هيك كويس. والضغط اخباره ايه؟ مظبوط يا دكتور.
طب هي كويس جدا. ممكن بقى نسمع صوت البيبي؟ ده انت تؤمر يا دكتور. تسمع بالصحيح، تسمع قوي، تسمع خالص. وبعدين بقى احنا نبدا الحل ده على طول كل مره كده؟ غصب عني يا دكتور، لما حد يلمسني بس اخسخ. امسكي نفسك شويه بلاش فضايح. ايوه لا يلا دقيقة واحدة بس، أنا هسمع ثانية واحدة بس. ها ثانية واحدة، امسكي نفسك. ها بصي فوق، بصي فوق، ثانية واحدة بصي فوق. عصبي يا دكتور، مش عارفة امسك نفسي. ما بلاش حاجة كده. معلش يا دكتور، أصل المدام نجمها خفيف شوية وأي حد بيلمسها بتسخسخ. تبدا إلى الله. ما يمكن الفرح يوم الجمعة وإحنا مهيسين ولا يا قبطان؟ صدق هذا صلاح، أول مرة أشوف عمر بيفكر. أنا أعرف إن واحد طوع منه محفظة، ساعة، آيباد، إنما يوم بحاله ما وردتش عليا، ولا إيه رأيك يا حافظ بيه؟ مظبوط يا صلاح باشا، طبعًا ياما ناس بتوع منهم حاجات كتير وما بيدوروش. ده بيقول لك ممكن تعمل المصيبة وما أنتش دريان. يعني زي اللي بيمشوا هم نايمين يا قبطان؟ تقريبًا، وده اللي راعبني. راعبك إيه؟ الله، طب ما أنا خدت زيك ومع ذلك ما سقطش مني يوم. خدت زي إيه؟ انت خدت قطمه وكومت اصلا ما حدش شافك بعدها. اسكت اسكت، البرمان بيقول ان شكلنا كان مسخره. ايوه. انا كان نفسي افهم منه اي حاجه تدل على اي حاجه. مفيش حاجه. وايه اللي انت عملته ده؟ يلا انت جامد يا ده عمر. الله، بيقول ان انت شوت عربيه الشنط ومن غير مفتاح. لا، بيقول لك دورت ودارت. يا ابويا ده ليلة سودة. ده شكل صف اصلي عشان يعمل فيكم كده. صلاح، يلا بينا صلاح بيه، اجهز عشان نروح الحارة. لا لا صلاح باشا، باشا الحارة. تاخد لك سيجارة متغمسة من بتوع زمان يا قبطان. لا يا اخويا، كفاية البلاوي اللي اديتها لي ريتها منكم لله. لسه يا قبطان ما عرفتش يوم الجمعة راح فين؟ لسه والله يا رزة، هتجنن. اللي خد منك الجمعة قادر يرجع لك السبت. ده انت رحت بدري بدري، حلاوة حلاوة. يصبر ينول وانا صبري طال. عينك ده بصباص وعينه زايدة. هو فعلا بصباص وعينه زايدة، بس ده آخره اطمني. هو اللي زي ده له أول عشان يبقى له آخر؟ أوله شبه آخر. ليه؟ ايه الاصبع ده؟ الجرح دبل ونشف وقشر كمان ولسه معلم. سلامات يا معلم. اصلي وحياة امي اصلي. ايوه اصل انا بقولك ايه؟ تعالي تعالي اطلع لفوق عشان الرجاله ياخدوا حواراتهم وراك يعني ويبحبحوا في كلامهم. يلا بلا نيلة، هم لو كانوا رجاله بجد بيبعبعوا بالحوارات. عليا النعمة، كتر الكلام في الحوارات هيخلي الدسته منكم تعريفة. سلامات يا معلم. تعالوا على خباتكم، ما انتوا عارفين النسوان عاملين زي القطط تاكل وتنفي. يلا ابدا الجلسه، اللي عنده كشف. يلا انت على الحاله. طبعا احنا عارفين النظام، احنا هنرمي الظهر وصاحب الرقم هيقوم يسأل. سيدو يا سيدو. سيدو سيدو. انا 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 دكتور انا. بقول لك ايه، اسال بس في الانجاز، ما تنكش كتير، اديك شايف العيالين في القهوه كتير. حاضر يا معلم، لما اخذ يعني كلمه يعني فيها قله حياه شويه يعني يا دكتور. لا لا حياء في العلم، لا حياء في القهوه. ليه يا عدم المؤاخذه؟ الحريم بتاعنا ما بيلدش عليهم كلام الحوارات دوت يعني، والواجبات الزوجيه بيبقوا تقال عليهم قوي.
عايزين نحل عودتهم يا دكتور. الله يبارك لك. كويس انك سالت السؤال. اتفضل استاذ. ماشي يا دكتور. السؤال ده طبعا كلنا بنساله، بس انا هقول لك، لما حضرتك تروح لها بريحه عرقك وبزيتك وبشحمك وريحه شيشتك، هو طبيعي يبقى هم تقيل عليها وعلى قلبها. انما لو انت استحميت وحلقت دقنك ورشيت لك ريحه حلوه سرحت شعرك كانك ربي دعوه انت بالكلام ده خالص خالص. الحكمه دي رجالي زي ما حمام بعد مهم حمام. قومي قومي اقعدي وكلمي معايا. في ايه بس يا تين؟ تعالي بقى اسمعي شويه كده فيروز وريحي دماغك بقى من الوش اللي انت قاعده فيه ده. ايه يا بنت البروده اللي انت فيه؟ قومي يا بنت قومي اقعدي كده زي ما بكلمك. قومي. نعم. اقفل البتاع اللي في ايديك كده علشان اعرف اتكلم معاك. ومال البتاع ده ومال الكلام؟ هتكلم ازاي يعني وانا مروشه بالاغاني دي؟ اقفلي. حاضر حاضر اهو. وادي فيروز قفلناها. اتفضلي. عاوزاكي تحكي لي من غير لفه ولا دوران، ايه اللي بينك وبين القرشان الدكتور عوني ده؟ تاني يا تينا، ما احنا قلنا القصه دي خلاص خلصت صدفه وخلصت. لا يا حبيبتي، لا صدفه ولا خلصت. وكلميني دغري كده زي ما انا جايه معاكي دغري، والكلمتين اللي قلتهم لاخوكي ليلتها وانا عديتها وفوتها عديت عشان الموضوع يعدي. لكن دلوقتي وقت الحساب. نتحاسب على ايه؟ وانت ليه مكبره الموضوع قوي كده؟ خلي بالك يا سما، وانا قدك كنت فاهمه الحركات دي كويس قوي، يعني حركاتك دي مش هتخيل عليا، ولا السهوكه اللي انت عملتيها ساعه الفرح ولما رجعنا برضو هتخيل عليا. سهوكه؟ انا ماليش في السكه دي اصلا. ومش هينفع كلك فيها، عشان قبل ما تعتبيها هقطع لك رجلك. البيت ده له راجل، وزي ما بيدلع وبيطلع فلوس وبيجيب اغلى الماركات وبيدخل اغلى المدارس، بيعرف برضو يقطع الرقبه ويكسر الدلع ويرد العقل المطرح. الكلمتين دول خليهم قصاد عينك يا سما، وفكري فيهم كويس قوي قبل ما عقلك يهفك وتعملي حاجه زي دي تاني. اظن انت فهماني. ارحم علم ارحم علم معلم تاني. انا مؤاخذة بص، انا مؤاخذة بص، في هذا فلان قوات هربني واحد افندي معاه شويه عيال منفوخه كده هون هجموا على بريزه في البدروم واخدين عم ايوب رهينه. هجوم وبريزه ورهينه في هذا الحرب قامت ولا ايه؟ مين العيال دي؟ معرفش معرفش بص، بس تقريبا من المنطقه النظيفه. نظيفه؟ مين العيال ده؟ انا فلان كده على الطلاق. ما اعرف يا معلم، وانا اعرف اخبى عليك ليه؟ طب ادخل هات السلاح من جوه. حاضر يا بص. متعمر؟ متعمر. بقول لك ايه؟ روح هات لي رجاله والسلاح اللي طول ايدك بسرعه وتعالى. حاضر يا بص. ليه؟ اعمل يا بص. اوعى تاخر عليا انا رايح لوحدي. هوا يا بص. البنت طبت عليا في المستشفى ولهتني، وكان عندي عمليات كتير، وطرت بعدها على العياده، كان عندي حالات اكتر ما لحقتش اشوفه طبعا. يا عمر انت مش ناقص مشاكل، كفايه اليوم اللي اتسرق منك وعربيتك اللي ضاعت. اه يا عمي اه، هتجنن هتجنن واعرف اليوم ده تنيل راح فين. خلاص يبقى مفيش داعي تعمل مشاكل مع عوني. نعم ده راجل اهبل، عايشت في دور النغب ورياله، عايشت في دور الحبيب والغراميات، مش كفايه اني مستحمل رزالته وذمته الواسعه؟ جريلي مالك بتلقح كده؟ كلامك جارح. كلامي جارح وبلقح ليه؟ هو انت رزل ولا ذمتك واسعه؟ لا طبعا، بس انا عايش في وهم الغراميات. اه عيل ونغه. جريه يا عمر. اه مدام نات. لا تحت امرك مفيش اي مشكله خالص. ميه كتير ولا بسيط؟ اه لا مفيش مشكله، بس هستاذن حضرتك تعدي عليا بكره بعد 3 مثلا. اه اي وقت بعد 3. خلاص نعمل سونار كده ونبص بصه نشيك تشيكه كده كويس. ماشي ما عرفت. لا مش ازعاج خالص، تحت امرك. مع السلامه. مع السلامه. ايه مدام شروي؟ ميه كتير؟ اه طب لحظه واحده خليك معايا لحظه واحده. ايه مدام نعيم ولاده؟ طيب يا عيني عليك يا عمر، الدكتور جاب ميه. على فين يا فندم انت؟ اهو انت فاكرها تكايه ولا حته طريه؟ دي منطقه رجاله يا زباله. ايه الصوت اللي انا سامعه ده يا ولاد؟ ده ناموسه ملموم عليها شويه دربان يا معلم. غلط غلط يا خروزي غلط. البت دي تخصني وما لعيش تصرخ خروج. يا رب الناس يا حبيبي.
نفسك كان. اسمع يالا، اي حركه هجوميه هتلاقي نفسك لابس في حيطه سد. انا قلت لك البنت اللي تخصاني. ماشي ماشي ماشي. طب مش لازمك كيف ولا ماذا يا باشا؟ هو مش برضو كده التصريح اتمضى؟ اهو اتمضى، اه بس لسه ما اتختمش. اختمه، ما هو في حاجه عشان تختم. اطرش وهات من الاخر. بص يا ريس، البنت دي اخرها تهزها زيتين، تطرق قاعده وتسلمها زي ما استلمتها. وعشان ما يحصلش بقى لبش ودق سجاط، محسوبك لازم يبقى افضل لها، يعني رجلي على رجلها. ياكل ياكل. ده راجل يالا، عجبتني. هاتها وتعالى ورايا. يلا يلا يا امور. جرى يا فلانك، ايه اللي خلاك تجيب رجالها وتيجي؟ زي ما حضرتهم اصرفهم. قدرنا نسمع كلام البص ونمشي. تعالي يا اختي، عندنا شغل. عندنا ايه يا مريزه؟ في ايه؟ شغل. نلص نلص. نجاك، خلي بالك من عم ايوب ونايمه في فرشتي. تحت امرك يا ست بول. يلا يا اختي بينا، يلا بينا. دي حكايتي مع عمر، ساعة ما عرفته لحد ما سيبنا بعض. تحس ان كنت ساذجة اوفر مش كده؟ ليه مسميها ساذجة؟ عشان ما ينفعش واحدة تآمن لواحد سمعت عنه كل اللي أنا سمعته عن عمر. ده أنا حتى لما سألته ما أنكرش، بس قال لي دي نزوات عادية بتحصل لكل الرجالة، وأنا صدقته. أكيد عشان حبيتيه. أكيد، وإلا ما كنتش ارتبطت بيه. طب ولسه؟ السؤال نفسه فيه إهانة أنا ما أقبلهاش. عايز فاهمينك نسيتيه بالسرعة دي؟ الحب ما بيتنسيش، الحب بيخلص زيه زي أي حاجة في الدنيا، زي ما ليها أول ليها آخر. كل يوم بكتشف فيك حاجة، وأنا كل يوم بحتار فيك أكتر من اللي قبل. إيه بس كده؟ ده أنا واضح زي الشمس. أصلك آخر واحد كنت أتوقع إنه يقرب مني بعد حكاية عمر. أنت كنت معانا طول الوقت، كنت بشوف اللي أنت بتعمليه معايا، خوفك عليه وفي الجنب وإصرارك إنه ينجح. بصراحة كنت بحسدك، كنت بتمناك. أكتر حاجة مبسوطة منها صراحة. هو أنا ليه دايماً حاسس إن مالكيش حد؟ عمري ما سمعتك بتتكلمي عن حد من أهلك. أنا ماليش غير أمي، لا شفتلي أب ولا ليا أخوات، وقرايبي بعيد حقيقي، ماليش غيرها. طب هي فين؟ ماتت. الحمل بقى تقيل عليا قوي. سما في سن خطر، وعمر في مرحلة أخطر، وأنا بصراحة تايهة بين الاتنين. لا سما صغيرة ولا هو كبر، سما بتعيش سنها الطبيعي جدا، وعمر كمان بيبتدي حياه جديده، واكيد ربنا شايل له الاحسن ان شاء الله. والله ده اللي انا بفكر فيه. عارفه لو حصل اللي في دماغي ساعتها بس قلبي هيحس ان انا اطمنت عليه. تينا كفايه قوي اللي راح منك يا حبيبتي، اتمنى بقى بعد ما قلبك يطمن يدوقه كمان طعم الدنيا. دنيا ايه بس يا منى؟ انا خلاص بقيت براها، اخترت كورنر كده في حياتي صغير قوي جنب اخواتي. الحمد لله محدش بياخد كل حاجة، ومحدش بيخسر كل حاجة أبدا على فكرة. أيوه بس أنا جربت حظي مرة وخلاص يعني. وإيه وإيه؟ لا أنت أول اللي اتطلقوا ولا عمرك هتكوني آخرهم، وإذا كان يعني على موضوع الخلفة يا حبيبتي. مونيكا أرجوكي مفيش داعي تفتحي الموضوع ده، ما بحبش أجيب سيرته. أنا مش فاهمة أنت ليه محولاها لعقدة كده وخانقة روحك بيها. لا هي عقدة، عقدة وعيب كبير قوي، وده العيب الوحيد اللي بيكسر أي ست في الدنيا، لأن فعلا بيحسسها بالنقص. ايه ده؟ من فين عمر؟ دخل اوضه العمليات خلاص. ليه في حاجه؟ الدكتور عوني كان جاي عشان عايز يعتذر له عن اللي حصل. بعد ايه بقى؟ والله العظيم كل اللي حصل ده سوء تفاهم، مش ممكن اشوف اخت صاحبي وحبيبي وشريكي وما اعزمهاش على حاجه، كل الحكايه دي حصلت صدفه. على العموم هو خلاص دخل اوضه العمليات. لا
هستناني اهو، هفضل اهد على باب اوضه العمليات، انا مش هتحرك من هنا غير لما يطلع وابص على راسه ونتصفى. على العموم طبعا يعني عمر دماغه كبيره وهيقدر اكيد مجيتك دي. اكيد. خلاص بقى يا بنت، في ايه؟ ما كانش مصلحه وتصالحت وراحت لحالها. سيبني يا خلوص، سيبني اعمل لقمه ليا وللراجل اللي طلع عينه من تحت راسك. انا كنت جاي اسوهم لك بالاسفلت لما عرفت الموضوع عافيه، لكن بالتراضي عادي كل شغل. دخلي بس يا اخويا نفش لي ريشك ولمم لي شويه عيال من الحاره وعامل لي فيها سيد الرجاله، واول ما شفت ورق البنك نوت قلبت مره رخيصه من الهشديه. لا ما لو كانت مره رخيصه ما كنتش خرجت زي ما دخلت من غير ما حد يلمسك. سيب ايدي. ما تهدرنا يا مايوه. باريزه هانم بتتكبر وتتنطط على اكل عيشها. اسمع كلامي يا ابني وتلموا تحت سقف واحد تتداووا فيه بدل المرمطه بتاعت الشغلانه دي. ما تهدرناش انت عم ايوب، رايح انت وانا بنصحيك. اصل الكلام ما جاش على هواه يا عم ايوب. كل حي اضرب حاله يا بنتي. تعالى بنت، عايزك في حاجه، عايزك في كلمه كلوز كده. اطرش اطرش، خلص اللقمه دي وحصلينا على السايبر عشان نحيي الشغلانه الميته اللي هتنطرنا من الفقر اللي احنا فيه ده. ماشي ماشي ماشي. سلامة غزال. سلام عم ايوب. سلام. كل حبيبي كل. مين ده؟ ده دكتور عمر النواوي، اخصائي امراض نساء، مشهور ومعروف لناس كتير قوي. وعلاقته ايه ببنتي؟ لا دي علاقه قديمه وبتتجدد، بس مش ده المهم يا ريس. امال ايه المهم؟ الفيديو ده لو وقع في ايد حد من اللي بينافسوا سعادتك هتبقى الحكايه مش لطيفه، وخصوصا ان الهانم الصغيره باين عليها السكر مش مظبوطه، ده غير الفضايح في المستشفى وغير كمان سمعه الدكتور اللي عنده فضايح كتير. وانت علاقتك ايه بكل ده؟ والله يا فندم انا واحد من اللي عندهم امل ان اللي يمسك البلد يكون زي سعادتك، ومن واجبي ان انا اجي احذرك. ومطلوب مني ايه دلوقتي؟ انا عن نفسي مش عايز حاجه، اللي مطلوب من حضرتك ان انت تخلي بالك من بنتك وتبعدها عن ايد الراجل ده، وتفرمل الحكايه دي قبل اي حد من الاعداء ما يحس بيها. قلت لي اسمه ايه؟ ولا شنكر. اهلا اهلا حبيبي ابو الميادين. اهلا اخويا، خلصت المصلحه لسه؟ طبعا. ثانيه واحده. تعالى بنت باريز. ايه هالي، انت عارفه الحاجات دي يا بنت ولا لا؟ طبعا، ده كمبيوتر. اسمه يا اختي؟ كمبيوتر. كمبيوتر. اه منك نستفيد. ليه يا اخويا انت فاكرني مش مسقفه؟ لا مسقفه وزي الفل، ربنا يكرمك يا اختي. اتفقنا. كليب عليوي، وشكلنا هنشوف باريز على القريب العاجل، على المولد والتت وصفي ناس كمان. طب ما تركز معايا يا رحمة. ماشي يا معلم، هشوف واحكم. تعالى باريز. استنى بس، ما ملغمه، استنى عدي عليها اخر النهار كنت مراق. طب شد انت، شكلك هتصيط يا بنت الهرمه. عقبال يا اخويا كده ما تتصيط زي يا ابن الحلال. يلا بينا. حلال.